تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. دائما مستمعين الأعزاء نصبح عليكم بصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء دائما بالنشاط والطاقة الإيجابية، ودائما الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما أو له أيضا آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وأيضا عبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا معنا اليوم مخرجنا إن شاء الله المتألق المخرج سعيد المر. صباح الخير وصباح السعادة لكم جميعا. أنا محدثكم عبد الله جمعة، ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء نرحب بتواصلكم ومشاركاتكم واتصالاتكم معنا على الأرقام 600-551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، دائما نذكركم مستمعينا الأعزاء بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وأيضا لبس الكمام وبالأخص في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. دائما الأخبار الصحية والعلمية التي تهم أفراد المجتمع، واليوم طبعا أبرز المواضيع والأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء بنستعرض إليكم أحدث خدمات عيادة أنماط الحياة التي توفرها هيئة الصحة بدبي للمتعاملين معها. أيضا بنتعرف كذلك إلى مشكلة قلة النوم، وما هي علاقة قلة النوم وزيادة الوزن، أيضا الأسباب والعلاج. ولدينا أيضا فقرة مهمة بنتوقف فيها إن شاء الله معاكم اليوم لمناقشة مشكلة التقزم التي تواجه بعض الأطفال، والتي تعد أيضا واحدة من المشاكل الأكثر إزعاجا للوالدين. هاي فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600-551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلونا ناخذ أول خبر لهذا اليوم، وخبر تحت عنوان نصف سيجارة يكفي لإدمان النيكوتين. بعض الناس يعتقدون بأن يعني النصف لا يؤثر وممكن يعني أضراره أقل، ولكن الدراسة تقول بأن نصف سيجارة أيضا ممكن أن يصاب الشخص بالإدمان النيكوتين. قالت الدراسة أنه حتى الأشخاص الذين يدخنون نصف سيجارة في اليوم ويعتبرون أنفسهم مدخنين عاديين، يمكن أن يكونون مدمنين على النيكوتين ويحتاجون أيضا إلى العلاج المستمر. ودرس الخبراء الأمريكيون أكثر من 6700 مدمن تم تقييم إدمانهم، ووجدوا أن ثلثي أولئك الذين يدخنون سجائر في اليوم كانوا أيضا يعتبرون من المدمنين. ومع ذلك لوحظ الفريق أن تكرار حالات الإدمان الأكثر شدة يزداد مع عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميا وبشكل يومي. ولخصوا إلى أن النتائج تؤكد على أهمية التقييم الصحيح لخطر الإدمان لدى جميع المدخنين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم العادة بشكل يومي. وقال أيضا معد هذه الورقة البحثية وباحث الصحة العام جون فولد من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن هذه الدراسة توضح إن
إلى أن العديد من المدخنين العاديين حتى أولئك الذين لا يدخنون كل يوم يمكن أن يدمنوا على السجائر. فهذا هو مستمعين الأعزاء خبرنا لهذا اليوم، وبناخذ فقرة السوشيال ميديا اللي عودناكم عليها دائما وأهم المتداول فيها على سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل مستمعين إذاعتنا دبي. الله يحييك وصباح السعادة وصباح التفاؤل. نبدأ بمواضيع ندعم يوم الأحد، ومثل ما كنا نقول دائما سبقا اللي يحبك الأحد، أتمنى اللي يحبك الأحد إن شاء الله. نعم. نبدأ بأكثر المواضيع اللي كانت تتداول في قنوات التواصل الاجتماعي بالأمور الصحية، وهو تطعيم كوفيد 19. كان تم وضع نشرات يعني حول الأسئلة اللي كانت يسألونها الناس، اللي هم من الفئات المستهدفة، كيف الحصول على الموعد، شو الإجراءات. هاي النشرات كنا وايد مكثفينها. من ضمن الأسئلة اللي كانت توصل، منو هم الفئات اللي موجودين أو اللي هم يعني اللي هم priority أو الأولوية في المواعيد؟ نعم. وهي الفئة الأولى كبار المواطنين والمقيمين 60 سنة وما فوق، أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب الهمم، خط الدفاع الأول من القطاعين الحكومي والخاص، الموظفين في الوظائف الحيوية. هذول اللي هم الأولوية اللي هم فئات الثلاثة، وأيضا هناك فئة كل من يرغب في أخذ اللقاح. كيف طريقة تسجيل وحجز موعد؟ هو عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي. جدا مهم أن الشخص يعني يأخذ الموعد، لأن فيه مثل التقييم الأولي إذا يشوفون أنه ملائم لأخذ اللقاح ولا لا. فأي شخص مثلا عنده يعني يبقى يعرف إذا هو يعني متناسب ويقدر يأخذ اللقاح في هالفترة، يمر يسوي البري أسسمنت أو الأسئلة هاي، يجاوب عليها سواء أيضا على الخدمة الموجودة على كول سنتر بيتصل 800-342، يضغطون على اختيار تطعيم كوفيد وحد موعد مثل 1-1، بتطلع لهم كل الأسئلة يجاوبون عليها، راح يطلع لهم هل لهم الأولوية أو هل صحيا يقدرون مطابقين أو ملائمين أخذ اللقاح ولا لا. هاي من ضمن الأسئلة اللي كانت توصلنا في قنوات التواصل الاجتماعي بشكل كبير. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها هو تكريم إشادة مميزة لهيئة الصحة بدبي من الاتحاد الدولي للمستشفيات، تكريم مستشفى راشد ومستشفى لطيفة عالميا لاستجابتهم اللافتة لكوفيد 19، وأيضا مع مجموعة من المستشفيات الخاصة. يعني نحن نشجع الجميع أنه يلتزم. أيضا صح أن التطعيم موجود وكوفيد إن شاء الله قريبا يعني إذا نأمل، لكن إجراءات الوقائية جدا مهمة. من ضمن الأشياء اللي كان موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي هي الاحتفالات برأس السنة، وأيضا هذا في حساب المكتب الإعلامي اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث دبي تعتمد إجراءات الاحتفال برأس السنة. فنتمنى من جميع التزام بالإجراءات الوقائية المذكورة، وهو يعني من أهم الأشياء أن يعني حضر التجمعات العائلية والاجتماعية خاصة لأكثر من 30 شخص. التفاصيل أكثر موجود في حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بخصوص موضوع لقاح فيروس كورونا، بإمكانكم معرفة المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع التواصل مع أو على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342. وأيضا مثل ما ذكرت الأخت أسماء الجناحي بأن هناك في أولوية لفئات معينة، اللي مثل ما ذكرتهم كبار المواطنين والمقيمين اللي فوق 60 سنة، وأيضا خط الدفاع الأول الجهات الحكومية والجهات الخاصة، وأيضا الموظفين في المواقع الحيوية، وأخيرا أصحاب الأمراض المزمنة. ومثل ما ذكرنا بأن بإمكانكم أيضا التوضيح والمزيد حول هاي المعلومات الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342. وأيضا نذكركم مستمعين الأعزاء بأن ما زال يعني أو هيئة الصحة بدبي تقدم خدمات مميزة لفحص فيروس كورونا في مراكز التسوق في مول الإمارات
ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. وبإمكانكم أيضا للمزيد من المعلومات حول الموضوع هذا التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42. بناخذ فاصل مستمعينا الأفاضل، ولكن أيضا بعد الفاصل عندنا اليوم فقرة حيوية جدا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان عيادة أنماط الحياة وأيضا عيادة التدخين. بنتعرف أكثر عن ما هي العيادة هاي، ما هو يعني شو المعني بموضوع أنماط الحياة وعيادة التدخين. بعد الفاصل، ودائما نقول مستمعين الأعزاء خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، من الخدمات الطبية المميزة اللي تقدمها وتوفرها هيئة الصحة بدبي في مراكزها الصحية ومنشآتها الطبية وخاصة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، تأتي خدمات عيادة أنماط الحياة وأيضا عيادة التدخين التي تعتمد الهيئة هيئة الصحة بدبي على تقديمها للمتعاملين على أحدث التقنيات وأفضل المعايير المعمول بها عالميا. اليوم بنتعرف مستمعينا الأعزاء على عيادة متميزة وخدمة متميزة، واسم العيادة هاي عيادة أنماط الحياة. بنتعرف أكثر عن هاي العيادة وأيضا عيادة التدخين مع الدكتورة عايشة محمد سلطان العلماء، أخصائي أول وأيضا رئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة عايشة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير، أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة عايشة. دكتورة، طبعا يعني عنوان الفقرة اليوم عيادة الأنماط الحياة، ومثل ما نعرف نحن أن دائما الكلمة هاي في الفترة الأخيرة مرتبطة مع علاج الكثير من الأمراض. فالحقيقة يعني دكتورة، حابين نعرف ماذا يعني مصطلح أنماط الحياة، وكيف يعني الفترة الحالية تردد طبعا بقوة كلما تحدثنا عن الصحة العامة للناس. أشكركم عن هذا البرنامج الجميل. أنماط الحياة لما نتكلم عندنا وايد محاور، من الغذاء، يعني من نتكلم عن الغذاء، عن تناول الخضروات والفواكه، عن ممارسة النشاط الحركي، الرياضة، مواجهة الضغوطات، كيف نواجهها، النوم الجيد، في يعني عندنا أكثر من محاور. إذا إحنا مارسناها بشكل صحيح، مثل ما قلت، نقلل الأمراض المزمنة الغير سارية في المجتمع. نعم طبعا دكتورة، يعني الكلمة هي يعني الصراحة يعني كبيرة، ومثل ما ذكرنا في البداية أن اليوم هناك الكثير من الأمراض، وبالأخص دكتورة عايشة الأمراض المزمنة ممكن أن يتم علاجها عن طريق نمط حياة صحي. فمستمعين الأعزاء، هذا هو يعني المعني بعيادة أنماط الحياة اللي يتم فيها يعني علاج الشخص بأن يكون نمط حياته صحية. دكتورة، نحب أن نتعرف إلى مستوى التجهيزات اللي تتميز بها هاي عيادة أنماط الحياة في هيئة الصحة بدبي. عيادة أنماط الحياة عيادة مجهزة بشكل كامل، متواجدة في المراكز الصحية مثل مركز البرش الصحي ومركز ند الحمر الصحي. هي تستقبل المرضى من الرعاية الصحية. احنا في الرعاية الصحية الأولية التابعة في المراكز الصحية التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، نعمل لكل متعامل 18 سنة وفوق فحص دوري. فحص الدوري يشمل نشوف عوامل الاختطار، أمراض القلب والشرايين، ونشوف العوامل الحيوية، نشوف مؤشر كتلة الجسم، نشوف محيط الخصر، شو الأشياء اللي تأشر أنه معرض أن يستوي له مرض سكري نوع ثاني أو أمراض القلب والشرايين. اللي معرضين يتحولون إلى عيادة أنماط الحياة. عيادة أنماط الحياة مكون من فريق متكامل
الفاقم يتكون من طبيب أخصائي طبيب أخصائي أسرة مع أخصائي التغذية، أخصائي التثقيف الصحي، وممرضة مسؤولة. فلما يحضر الشخص يتم يعني أول شيء ناخذ التاريخ الطبي بشكل متكامل، فحص سريري، نشوف المؤشرات اللي من قلنا من الضغط، من النبض، من كتلة الجسم، محيط الخصر. عندنا استبيانات عشان نشوف مدى احتمالية تعرضه للسكري النوع الثاني، وعندنا أيضا استبيان نشوف حالة النفسية، لأنه مهم جدا نشوف الشخص عنده توتر قلق وكيف نساعده في هالأشياء. على أساس يبدأ الفريق يحط خطة متكاملة كيف يغير نمط حياته، مثل المحاور اللي قلناها اللي هي مثلا لازم يكون عندي نشاط رياضي في اليوم 30 دقيقة، صحيح. يكون في اليوم بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع، وإن يعني قد ما نقدر نشجعه إنه يتحرك، لأن أي حركة تكون نافعة. في كثير من الناس إحنا نشوفهم ونشوف ما عندهم أي حركة خلال اليوم، فإحنا قد ما نقدر نشجعهم أي حركة أنتوا يعني يؤدي لحرق سعرات حرارية، يؤدي لحياة صحية أكثر. أيضا تناول الغذاء الصحي مهم جدا، وأن كثير من الناس ما يشمل وجباتهم أي خضروات وفواكه، صحيح. فمن المهم أن يتناولون خضروات وفواكه بشكل يومي، شرب الماء الكافي خلال اليوم، النوم الجيد، وأن كيف يتفاعلون مع ضغوطات الحياة. كل هذا الفريق متكامل، كل حد يعني، وبعدين خلال بين عندنا متابعات، بين المتابعات أيضا التثقيف الصحي يتم تتواصل وياهم عن طريق التليفون، تشوف شو العواقب اللي يواجهونها وكيف نقدر نتغلب على هاي العقبات. صحيح دكتورة. أيضا يعني من خلال عنوان الفقرة اليوم عيادة أنماط الحياة وعيادة التدخين أيضا، فيعني الخدمات اللي تقدمها أو تقدمونها في عيادة أنماط الحياة، لو نتكلم دكتورة أكثر على ارتباطها بعيادة التدخين. احنا قلنا ان انماط الحياه يعني شملنا شو الاشياء واللي تؤدي الى الامراض المزمنه وكيف نقدر نقللها. التدخين يعني كلنا نعرف ان هي عاده سيئه وتؤدي الى كثير من الامراض، فهي ايضا يعني نوع من انماط الحياه، لو غيرناها نقدر نعيش حياه صحيه. التدخين تؤدي الى كثير من الامراض، يعني مثل الامراض القلب والشرايين، امراض يعني انسداد رئوي المزمن، كثير من السرطانات. في فريق متكامل متعود يعني متدرب على تقديم استشارة طبية حق اللي عندهم إدمان على النيكوتين، يضم الطبيب المختص والممرضة، والمريض لما يكون يعني ناخذ منه تاريخ كامل كيف يدخن وشو الأعوام اللي يرتبط بالتدخين. وبعدين عندنا علاج سلوكي وعندنا علاج أدوية نقدر نساعده إن شاء الله يكون من المقلعين ويحافظ على إقلاعه على التدخين. دكتورة أيضا يعني عيادة التدخين، هل يحتاج الشخص بأن يعني يأخذ موعد أو أنه يكون محول من الطبيب العام، ولا أنه يقدر يجي مباشرة للمركز ويأخذ موعد ويشوف عيادة الإقلاع عن التدخين؟ عيادة الإقلاع عن التدخين يعني الهدف منها التسهيل على المدخنين انهم يقلعون عن التدخين. فالشخص المدخن ممكن يتحول من عيادات طب الأسرة المتواجدة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، او من العيادات التخصصية في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة. عشان نسهل على المدخنين ايضا، المدخن ممكن بروح يحضر عيادة التدخين بدون موعد، وايضا يقدم له الاستشارة، وايضا المدخن ممكن يتصل على المركز الاتصال بهيئة الصحة دبي ويأخذ موعد مباشرة بدون تحويل، حتى نساعده على الإقلاع عن التدخين، ويكون يعني الأمر سهل بالنسبة لي. صحيح دكتورة عائشة، أكيد طبعا يعني عيادة أنماط الحياة وعيادة التدخين من العيادات والخدمات المميزة الحقيقة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، لأن دائما يعني العمل على يعني والعيش بحياة يعني فيها نمط حياة صحي ويشمل الجانب الرياضي والجانب الغذائي مهم جدا لتقليل الأعراض إذا كانت هناك في أمراض مزمنة.
دكتورة، لو نتحدث معك خلال آخر دقيقتين أو ثلاث دقائق عن مدى إقبال المتعاملين مع هيئة الصحة بدبي على هذا النوع من الخدمات المميزة. الحمد لله الإقبال ممتاز مثل ما قلنا، لأن إحنا نشمل يعني عندنا فريق متكامل ونشمل جميع جوانب الحياة، بقدر ما نستطيع نشجعهم على الانخراط في نمط حياة صحي، وما يعني ما نبغي شيء مستعجل، مثلا شخص ينزل كميات كبيرة من الوزن وبعدين يرجعهم، لا، شيء متوازن يحافظ عليه ويستمر عليه. أي تغيير سلوك بسيط هذا يعتبر إنجاز، لأن أي شيء بسيط يشوف بيحصل نتائجه بيشجعه على تغييرات جديدة، ومن ثم بيحصل الهدف اللي هو الوقاية من الأمراض غير السارية. مثلا عندنا كثير من المرضى اللي عندهم مرحلة ما قبل السكري، هذا لما معرضين إنه يستوي لهم سكري، 5-10% منهم يستوي لهم سكري، بس هم إذا يعني حضروا إلى عيادة أنماط الحياة وتابعنا معهم، ممكن يعني هالفترة فترة ذهبية، ممكن يرجعون إلى أشخاص طبيعيين. فإحنا ننصحهم إن الهدف إن نمط حياة صحي، وإن نقلل وزننا من 5-10%، يؤدي إن كل الأعراض يعني عوامل الخطورة اللي عندهم تقل. ويعني هاي العيادة روحها فرصة ذهبية، لأن يعني هي تقدم خدمة وقائية، خدمة تعزيز صحة يمكن ما نحصلها أماكن ثانية. أكيد دكتورة، هاي الخدمات المميزة مش موجودة في أي مكان، مثل ما ذكرتي أنت لهاي الفئتين من الناس. الشخص يعني نسبة الإصابة بداء السكري عندنا في الإمارات وفي الدول الخليج ودول العالم يعني دائما في زيادة، وأيضا المصابين بأنهم عنده احتمالية أنه يكون مقبل أو عنده السكر مستقبلا أيضا نسبتهم كبيرة. دكتورة عاشة، عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو عمر. مرحبتين يا طيب، الله يحييك. شاكرين اتصالك برنامج صحة وسعادة. تفضل أخوي أبو عمر. ويانا الدكتورة عايشة على الخط. أسأل أبو الدكتور بخصوص ضرر، بخصوص التدخين مع المرض كوفيد، وأيهما ضرر أكثر، هو التدخين ولا هذا سؤالي الأولي. سؤال الثاني بخصوص المدخنين، والله أنا من نوع الأشخاص اللي دائما أجلس مع أي مدخن، والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، كثيرين تركوا التدخين بسبب تقنع المدخن. المدخن يحتاج أن حد يقنعه، صحيح، قناعته انتهى الأمر. من ضمنها قبل حين كمل 3 أسابيع ما شاء الله ترك التدخين، سألت السؤال قلت له هذا المدخن، أقول له هذا السيجارة اللي عندك أنت قلبها يعني تدخنها بشكل قلبها وين الجسمين وين فيها ودخنها؟ قال لا ما أقدر. قلت ليش؟ قال لي أنا تحرقني السيجارة. قلت له أنت تخاف أن تحرق سيجارة في يديك ولا في مكان، ما تخاف أن مثلا السيجارة تحرق تأثر عليك قلبك؟ قال لي بلا. وعدة أشياء الحمد لله رب العالمين، الحين يمكن تقريبا 2-3 بإقناع تركوا التدخين. نعم. ولما رأيت هذا المدخن بعد 3 أسابيع والله رأيته كأنه بطل، صحيح، سعيد مستانس متكيف. نعم أخوي أبو عمر، شاكرين تواصلك مع برنامج صحة وسعادة، وإن شاء الله بتسمع رد الدكتورة عاشة بخصوص الجزئتين اللي تكلمت فيها. شكرا جزيلا لك. دكتورة عايشة على عجالة، الرد على استفسارات الأخ أبو عمر الأولية، توقع يسأل عن موضوع التدخين مع كوفيد 19، والجزئية الثانية اللي هي يعني يذكر دائما مثل ما تفضلتي بأن المدخن يحتاج إلى دعم، يعني دعم اجتماعي ودعم أيضا نفسي للإقلاع عن التدخين. تفضلي دكتورة عايشة. بالنسبة للتدخين والكوفيد، الناس المدخنين معرضين أكثر من غيرهم أنهم يصابون بالكوفيد، وممكن يكون أشد من غيرهم، فعشان شي هاي فرصة الكوفيد إن المدخنين يتشجعون ويعرفون إن فعلًا هم يعني أكثر شيء ممكن يقدمون لصحتهم إنهم يقنعون عن التدخين. نعم. هو يمكن بداية ما يكون سهل، بس بدعم من العيادة بيحصلون دعم الكامل، وإن شاء الله يكونون قادرين على الإقلاع. مثل ما هو تفضل، فعلًا المدخن إنه متعود على النيكوتين ويكون فيه أعراض انسحابية فيحتاج دعم. احنا نشجعهم ان عيادة التدخين في هيئة الصحة بدبي تقدم الدعم الكامل السلوكي مثل ما قلنا والنفسي، وبعد عندنا ادوية عشان نعالج الاعراض الانسحابية. خلي اي مدخن ما يتردد، وحتى من خلال منبر اي حد يسمعنا ويعرف اي مدخن
نشجعه انه يحضر عياده التدخين، وان شاء الله بيحصل كل دعم وبيكون المقنعين. شكرا دكتورة عائشة محمد سلطان العلماء، أخصائي أول ورئيس شعبة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة بهيئة الصحة بدبي. كل الشكر دكتورة لك ولفريق عملك المبدع على هذه الخدمات المميزة الحقيقة من هيئة الصحة بدبي. شكرا لك وشكرا لكم على برنامجكم المميز. شكرا دكتورة. مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل، وأيضا عندنا موضوع آخر بنتحدث عنه وحيوي قلة النوم وزيادة الوزن بعد الفاصل، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. قلة النوم وزيادة الوزن من المشاكل الصحية المزعجة. تأتي طبعا مشكلة قلة النوم مصحوبة معها أيضا، أو في علاقة هناك بين قلة النوم وزيادة الوزن، تعتبر أيضا من المشاكل المؤرقة ولها أيضا تفسيرات علمية وصحية العلاقة بين قلة النوم وزيادة الوزن. بنعرف أكثر مستمعينا الأعزاء عن هاي التفاصيل مع الأستاذة عفرة القطان، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. الأستاذة عفرة صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور أخوي. نفس ما تفضلت، موضوعنا اليوم راح يكون عن قلة النوم وزيادة الوزن. راح نعرف بالضبط شو هي الأسباب العلمية التي تؤدي إلى زيادة الوزن مع قلة النوم. نعم. نفس ما كلنا نعرف اللي أثر أو نفس ما عامة الشعب يعرفون أنه تعتبر العادات الغذائية وغير صحية وقلة النشاط البدني هم أهم مسببات زيادة الوزن. لكن هل هناك أسباب أخرى تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة؟ طبعا نوم الليل الجيد لا يقل أهمية للجسم عن الطعام الصحي والتمارين الرياضية، لكن للأسف الكثير من العادات الخارجية والمستجدة أثرت بشكل بالغ على نمط النوم، وبالتالي أثر على التركيز الذاكرة والأداء اليومي. فأثبتت الدراسات حديثة مؤخرا وجود علاقة بين قلة النوم وزيادة مخاطر الإصابة بزيادة الوزن والسمنة والأمراض أيضا المرتبطة بزيادة الوزن كالسكري من النوع الثاني. فشو هي العلاقة العلمية؟ هناك عدة نقاط راح أذكرها وياكم. ننتقل للنقطة الأولى اللي هي قلة النوم تؤدي إلى عدم التوازن بين الهرمونات المسؤولة عن الشبع والجوع في الجسم. عندنا هرمونين في الجسم، أحد الهرمونات اللي هو هرمون الليبتين، مع قلة النوم راح يقل إفراز هذا الهرمون وهو المسؤول عن الإحساس بالشبع، وزيادة إفراز هرمون الجرلين اللي هو يزيد من إحساس بالجوع ويحفز الشهية. أن النقطة الثانية، قلة النوم تأثر على ما يسمى علميا بالإنسولين سنسيتيفيتي، أي هي مقاومة الإنسولين. فهرمون الإنسولين يفرز من البنكرياس ويساعد على أن تستفيد خلايا الجسم من السكر في الدم للحصول على الطاقة، وبالتالي الحصول على معدل منتظم في السكر. فالأشخاص الذين مثلا يحصلون على ساعات نوم قليلة أو غير كافية تزيد مقاومة الإنسولين أو مقاومة الخلايا للإنسولين عندهم، نسميه الإنسولين ريزيستنس، وبالتالي تزداد نسبة السكر في الدم. هذا يجبر الجسم على زيادة إفراز الإنسولين بكميات كبيرة ليوازن معدلات السكر المرتفعة في الدم. فعنا إذا ارتفع معدل الإنسولين في الدم راح يزيد عنا إحساس الجوع، وطبعا يميل الجسم لتخزين هذه الدهون كلها بسبب عدم معالجة الخلايا للسكر بصورة صحيحة. أن أيضا قلة النوم تضع الجسم في حالة إرهاق وتعب، فتزيد احتمالات تناول الأطعمة الغير صحية العالية بالدهون والسعرات الحرارية. نفس ما نعرف الأشخاص كلهم اللي يسهرون الليالي نفس ما نقول على طول على التطبيقات المتوفرة حاليا، تكتب بدقة زر وتوصل لهم الوجبات السريعة. أيضا قلة النوم أو تهبط من معدل الأيض والتمثيل الغذائي في الجسم، فيقل معدل اللي ريستينج ميتابوليك ريت وهو معدل حرق واستهلاك السعرات الحرارية عندما يكون الجسم في حالة راحة. فهذا المعدل يختلف حسب العمر والجنس والوزن والكتلة العضلية. ولكن وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص
الحاصلين على ساعات نوم غير كافية يكون لديهم معدل حرق سعرات حرارية أقل من معدل 20% من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافي من النوم. أيضا قلة النوم تؤدي إلى الخمول وعدم القدرة على ممارسة الرياضة والنشاط البدني. فأكيد الشخص لما يسهر الليل ما راح ينشب السطح أو متى راح ينشب مثلا اليوم الظهر أو العصر خلاص راح اليوم صحيح. ضاع اليوم نفس ما نقول. فأيضا في دراسة وجدت أن الأشخاص اللي ينامون أقل من 5 أو 6 ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 45% للإصابة بالسمنة. أيضا النوم له تأثير على الأطفال. هذه الدراسات أيضا وجدت أن الأطفال اللي ينامون أقل من 7 ساعات في اليوم لديهم خطر أكبر بمقدار 3 أضعاف للإصابة بالسمنة على مدى 5 سنوات. فنشوف مدى أهمية النوم لدى الشخص. وأيضا قلة النوم تعرض الجسم للإجهاد وتزيد من إفراز هرمون الكورتيزول أو بما نسميه هرمون التوتر، وبالتالي راح يزيد أن الإسراف بتناول الطعام. صحيح. فشو هي عدد الساعات التي يحتاجها الجسم حسب الأمر عنه؟ مثلا حديثي الولادة اللي هو من 0 أو 3 أشهر يحتاج إلى 14 إلى 17 ساعة. الرضع مثلا من 4 إلى 12 شهر يحتاجون من 12 إلى 16 ساعة. صحيح. المراهقين اللي هم أكثر الأشخاص اللي يتعرضون لقلة النوم مع السهر مع الألعاب من 13 إلى 18 سنة يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات يوميا. البالغين من 18 سنة إلى 60 سنة يحتاجون أيضا 7 ساعات، وكبار السن فوق 60 سنة يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات يوميا من النوم. نعم. الأستاذة نهاية نصيحتنا النهائية اتباع نظام صحي وممارسة التمارين الرياضية، وطبعا أخذ قسط من النوم بما لا يقل عن 8 ساعات يوميا. صحيح. الأستاذة عفرة القطان أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة عفرة بأن النوم يعني الحياة الصحية المتوازنة هي أهم شيء. ننتقل إلى فقرتنا الثانية، فقرة صحة الطفل اليوم تحت عنوان قصر القامة عند الأطفال. طبعا مستمعين الأعزاء، منذ بداية أو اللحظة الأولى من الولادة وتبدأ الأسرة بمراقبة نمو الطفل وخاصة الطول، وهذا يعود لأمور صحية أيضا والطبية، حيث يجري ذلك في مراكز الرعاية الصحية في هيئة صحة بدبي وأيضا عيادات الخاصة بالأطفال، إلى جانب المراقبة طبعا الخاصة من الأهل اللي دائما يتطلعون إلى نمو طفلهم بشكل طبيعي وسليم سواء من حيث الطول والوزن. بنتعرف أكثر مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع مع الدكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، أخصائية غدد صماء وسكري أطفال بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة صباح الخير. صباح الخير النور، السلام عليكم. السلام دكتورة ليلى، كيف حالك دكتورة؟ الحمد لله الله يخليك. طبعا أكيد يعني دكتورة موضوع الطول والوزن يعتبر يعني من الأمور المهمة عند الأم منذ بداية الطفل، ومحورنا حديثنا معك اليوم دكتورة عن قصر القامة عند الأطفال. فماذا يعني دكتورة التقزم وفق المعايير العالمية، ومتى نقول أن هذه الحالة أو هذا الطفل يعاني من التقزم؟ شكرا على الاستضافة وشكرا على اختياركم لهذا الموضوع الشيق والمهم بالنسبة للأهل. صحيح. مثل ما ذكرت وفق المعايير العالمية هذه الكلمة جدا مهمة، لأن الطول مو بس شكل، الطول مهم وبالنسبة للأهل وبالنسبة للطفل. فعنا احنا دائما في كل حالة مرضية عنا تعريف بالحالة المرضية، فمتى نقدر ان نسمي ان هذا الطفل قصير او متقدم؟ اذا معدل الطول يقع اقل من عنا مخططات نمو خاصة، إذا الطفل يقع أقل من الشريحة المئوية الثالثة في مخطط النمو، أو أنه يكون أقل بدرجتين من معدل الطول الطبيعي للأطفال من نفس الجنس والعمر الزمني في المجموعة اللي هو المعيار العالمي.
المعتمد. احنا عندنا معيارين عالميا معتمدين عن ال WHO اللي هو World Health Organization او ال CDC اللي هو Center of Disease Control. هذيلا حتى اونلاين الحين طبعا الدنيا كلها مثقفة وعندنا الأهل عندهم استعداد للقراءة والبحث حتى قبل ما يزورون العيادات، فممكن يحصلون هاي المخططات موجودة أونلاين. صحيح. وأيضا دكتورة يعني وجود المراكز المتخصصة للطفل ويعني حالة الطفل، المراكز الخاصة في الرعاية الصحية الأولية أيضا هاي، وأيضا يعني مستشفى لطيفة أيضا هاي جانب تثقيفي وتوعوي للزيارات الدورية اللي يتم من خلالها يعني فحص الطفل بشكل دوري، أيضا هذا جانب تثقيفي وتوعوي للأم لمعرفة الكثير من هاي الأمور. دكتورة، هل هناك أسباب يعني موضوع التقزم، هل يعني هي ممكن يكون ناتج وراثي، أو هل هو مرتبط مثلا بفترة الحمل أو تغذية الأم والجنين خلال الحمل؟ نعم، في هذه الأسباب اللي ذكرتها نعم تلعب دور. طبعا كيف الأهل يلاحظون أن الطفل أكثر يوم أكثر وقت من خلال خبرتنا يوم يلتحقون بالنيرسري أو المدرسة السنوات الأولى. هذه أهم الأعراض، أن يشوفون أن طفلهم أكثر من زملائهم في المدرسة اللي في نفس العمر أو من أهاليهم اللي في نفس العمر، فيلاحظون هالشيء فيتوجهون أن يدورون على الأسباب. نعم، في أحد الأسباب مثل ما ذكرت، نعم تغذية الأم والجنين، أن الطفل اللي ينولد أكثر أو أقل وزن من الطبيعي، نعم هذه أحد أهم الأسباب أن يكون في نقص في هرمون النمو. عندنا طبعا من الأسباب الأخرى والمهمة، عندنا قصر القامة العائلي اللي موجود في العوائل. هذا يعني إذا كان جانب وراثي دكتورة. نعم نعم صح. جيني. نعم. في طبعا لازم ننتبه، هذا طبعا أحد الأسباب، إن لازم يجون عيادة أخصائيين، إن في تأخر في النمو، في طفرة في العوائل أو في الطفل، إنه يصير تأخر في النمو أو البلوغ. صحيح. ما يكون قصير بس متأخر في البلوغ في مرحلة ما بين الطفولة والبلوغ. وفي اللي عندهم الاضطرابات الجينية أو اللي عندهم المتلازمات أو اللي عندهم أمراض مزمنة. الأمراض المزمنة بعد أحد أسباب فقر القامة أو تأخر النمو الطفل. وعندنا طبعا الله يبعد الشر، الأورام أو الإصابات في الدماغ أو الاضطرابات الخلقية اللي ممكن تأثر على الغدة النخامية، لأن هرمون النمو تفرز الغدة النخامية. صحيح. قاعدة الدماغ. نعم. طبعا دكتورة، هناك أكيد دائما في خدمات مميزة، وسبق بنا نحن أيضا من خلال برنامج صحة وسعادة استضفنا الكثير الحقيقة من المعنيين، وتكلمنا عن خدمات الحقيقة مميزة تقدمها هيئة الصحة بدبي للمرأة الحامل وأيضا للطفل. إذا كانت المرأة حامل هناك الكثير من الخدمات، وإذا كان الجنين عنده بعض الأمراض وهو أيضا في فترة الحمل هناك علاجات للجنين وهو في بطن الأم وأيضا للأم. دكتورة، حول هذا الموضوع، إذا نحب نتكلم معاك عن ما هي العلاجات المتوفرة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لمثل هذه الحالات؟ أهم جزء في العلاج هو الكشف المبكر. مبكر، نعم. ما شاء الله، مثل ما ذكرت، احنا عندنا سيستم إلكتروني، وعندنا سيستم موجود في مخططات النمو من نعم من الجنين في بطن أمه، وهم يحطونه على observation على المخطط، على الشريحة المئوية، أن وين هو بالضبط. ممتاز. يسمونه بالإنجليزي standard deviation، اللي الشريحة المئوية. فمن قبل ينولد ينعرف هو وين، بعدين انولد في أي مكان. وعندنا المتابعات بعد، يتابعون يشوفون هل هو الطفل معدل الزيادة السنوية المعدل الطبيعي ولا لا. طبعا كله عندنا أرقام
عندنا معدلات مئوية، عندنا مخططات النمو الصحيح اللي معتمدة عالميا، هذا كله موجود، والفحوصات عندنا متوفرة ما شاء الله. أن الفحص المختبري والفحص الأشعة والفحص الاختبارات التنبيه لهرمونات النمو متوفر عندنا، هذا كله معتمد عالميا وموجود عندنا بشكل تخصصي عندنا للأطفال في المستشفى اللطيفة. صحيح. المعالجة طبعا في شيء ناقص في الجسم، إذا أثبتنا أنه ناقص هرمون النمو فنعوض عنه، اللي هو عن طريق تعويض هرمون النمو. والعلاج نعم متوفر، هو عبارة عن حقن هرمون نمو صناعي. صحيح. أغلب العلاجات متوفرة دكتورة عندكم في مستشفى لطيف، ومثل ما ذكرنا في البداية أن هناك عندكم أنتم أيضا اللي نعرف عيادات متخصصة للمرأة الحامل إذا كان عندها أي مشاكل، مثل ما ذكرتي دكتورة أثناء حديثك، إذا كانت المرأة عندها مرض مزمن أو عندها سواء يعني أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض أخرى، إذا كان عندها تأخر في الحمل، إذا في كان أي شيء عندكم عيادات متخصصة المرأة تمر بشكل دوري يعني الحد من إذا كان لا قدر الله في هناك أي مشاكل تتعلق للطفل أو حتى للأم. دكتورة في آخر دقيقتين شو تحبين تعطين كنصيحة للأمهات في موضوع قصر القامة أو التقزم إذا كان هناك، شو النصائح اللي تحبين توجهينها؟ أول نصيحة أن ملاحظة الأهل مهمة، والنصيحة الثانية أن يتوجهون لمركز متخصص لقياس نمو الطفل بالنسبة للطول والوزن مع بعض بحسب المعايير المعتمدة، وعشان يكون التحديد دقيق، لأن إحنا ندور على الأسباب ونعالجها. صحيح. ومو بكل الأسباب تحتاج علاج هرموني، فلازم نبحث في الأسباب عشان نشوف إذا في شيء ممكن يتعالج، إذا في سوء تغذية يحتاج أنه يتعالج. مرات يكون سوء التغذية هو العامل الرئيسي. صحيح. في القامة. صح. دكتورة ليلى عبد الرحيم. نعم دكتورة. هو نحب بس ان نخبركم ان العلاج موجود والفحوصات موجوده والحمد لله يعني والاخصائيين موجودين. صحيح. شكرا دكتورة ليلى عبد الرحيم المرزوقي، أخصائية غدد صماء والسكري أطفال في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وشكرا لجهودكم المميزة دكتورة. شكرا على الاستضافة. شكرا مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية أو طبية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معنا اليوم في الإعداد من هيئة الصحة، فريق عمل هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وخالص الشكر أيضا لمخرجنا القادم إن شاء الله الأخ سعيد المر. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم دائما جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.